ماما 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 يا ماما، نعم انا جعان يا ماما. نعم سيب نعم. الموبايل يا ماما، انا جعان. طب ماشي، ما تروح تاكل اي حاجه يا محمد. يا ماما الساعه دلوقتي يا ماما داخله على 12، وانت لسه ما عملتيش اي غدا ولا طلعتي اي حاجه للغدا. انا ماليش مزاج اعمل حاجه. يا ماما سيبي الموبايل شويه. ماما انا من ساعه ما عملت لك الفيسبوك كنت ما بتسيبيش الموبايل خالص. طيب ماشي، اوكي ماشي. ماما انا جعان. يا محمد روح اعمل لك اي حاجه يا محمد. اعمل ايه؟ انا عايز اكل فراخ كده ورز وفته وسلطه، او اعمل لي مكرونه بشاميل. اعمل لك مكرونه بشاميل النهارده؟ اه يا اخويا انا تعبانه مش قادر اعمل حاجه خالص. طب بقول لك اخش انا اعمل. ماشي بس ماما. لا ماما ما بعرفش اعمل. يا ماما اتصرف اتصرف وكل اي كل جبنه كل جبنه بخير. لا انا والله لو دخلت هدخل اطبخ. اعمل بيض بقشطه. والله هدخل اطبخ، هعمل مكرونه بشاميل وفراخ وكده. وانت بتعرف تعمل مكرونه؟ هخش على النت واعرف. لا روح يا محمد اعمل اللي انت عايزه، ابعد عني بقى. انا مش قادره اقوم ومش هعمل حاجه. انا مش طبخه النهارده. ماشي عايز تطبخ انت اروح اطبخ. ماشي ماشي يا ماشي. ريحة ايه يا ولا؟ ريحة شداد في البيت بتاعي يا ولا. ريحة يا نهار، يخرب بيتك يخرب بيتك يا ابني يخرب بيتك. ايه ده؟ انت ولد ايه يا ماما؟ ايه يا ولد انت بتعمل ايه؟ بطبخ. يخرب بيتك يا نهار ابيض عليك يخرب بيتك. ايه ده ولا؟ ايه يا ماما؟ انت ليلت الدنيا كده ازاي؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ يخرب بيتك يخرب بيتك. بس صح اللي انا عملته كده؟ انا قلت والحياة حرام عليك. انا قلت اولع عيون البوتاجاز كلها عشان خاطر الفرن يسخن. يخرب بيتك الفرن ما بيسخنش بالعيون دي. اطفي يالا اطفي يا ماما. ما انا مش لاقي التوابل. انت هتحرق الدنيا ولا انت يا واد يا حيوان انت. ايه ده؟ انا لقيتهم كاتبين بتاع بربوريس حاجه زي كده على النت، عمال ادور عليه مش لاقي في التوابل خالص يا ماما. ايه ورميت الدنيا؟ قد ايه ده؟ وايه ده؟ ايه يا ماما؟ كنت بعمل توم. توم توم لايه؟ معرفش بس انا لقيتهم بيعملوا توم فقلت اعمل انا كمان توم. وايه المواعين دي؟ ايه ده مخليه المطبخ زي الفل. مع عشان خاطر البتاع ده ما كانش فيه معلقه وسخه. ايه ده؟ طب وده ايه ده؟ وده ايه؟ ده الحاجات دي ايه؟ بس دي بدل الدنيا. ايه ده؟ دي ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ يخرب بيتك. بص دي بدل الشورت بتاعي. الشورت؟ هو انت باصص للشرط ومش باصص للسواد اللي انت عامله ده؟ انا عملت بقى الاساسيات ماشي؟ اساسيات؟ لا والله ما انت خارج منها. لا والله والله ما انت خارج يا ماما. والله العظيم ما انت ده كل ده لازم يتعدل ويتشال. اطفي النار دي يلا. حاضر اطفي. هي ايه ريحه الشياط دي؟ يخرب بيتك من اللي انت عمال تولعه ده. ايه اللي انت عامله ده؟ لا يخرب بيتك وبيت شرطه السود. بصي انا عملت بقى الاساسيات، انت بس حطي المكرونه في الفرن. فين الاساسيات انت عملتها؟ فين الاساسيات؟ ده انت نيلت الدنيا. هو انت مولع العيون ومش مولع الفرن؟ لا ما انا مولع الفرن فوق وتحت كمان. يا سلام. اه ومشغل الشوايه ما اعرفش، وعمال تلف مش عارف احط المكرونه. يخرب بيتك وبيت اللي خلي فوق. ايه ده يا واد يا محمد؟ ودي ايه ده؟ ايه ده؟ كنت بعمل البشاميل. بشاميل؟ هو البشاميل اللي بيتعمل بدقيق على الارض ولا ايه؟ والله يا ماما يا دوبك بس كنت بعمل البشاميل وبعمل الحاجه. والله حرام عليك يا محمد، والله اللي انت بتعمله ده حرام. حرام. انت يا ابني انت ناوي تنقطني صح؟ ما انت ما رضيتيش تقومي تعملي الاكل وطول النهار ماسكه التليفون. الله. طب انا تعبانه النهارده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ سامعة؟ ايه؟ بيقول يا نهار ابيض والله ما انت خارج والله العظيم. يا سلام عليكم.